بسم الله، تعال دلوقتي نشوف مع بعض سؤال تاني برضو بسيط، وهيبدأ يحط هنا فكرة بسيطة. طيب بيقول لي عندي Discrete Memory Less System اختصاره DMS، وبيقول لي ان هو فيه 5 سيمبلز وبيعرفني على السيمبلز دي A B C D E. جميل. طيب ممكن يديني probability of occurrence بتاع كل سيمبل، نسبة حدوث كل سيمبل، يعني مثلا نسبة حدوث سيمبل A هي نص، وقلنا ان انت لما تجمع البروبابيلتيز دي كلها لازم الرقم يطلع لك واحد. ماشي. طيب ماشي. وكذلك مديني probability of B ربع، والprobability of C تمن، probability of D بتساوي probability of E 1 على 16. طيب وعايز الانتروبي. طيب قانون الانتروبي كان بيقول لي ايه؟ summation P of I، وقلنا I دي اللي هي الانفورميشن، وايه الاي الصغيره دي؟ الاي دي قلنا من 1 ل M، M اللي هو عدد السيمبلز يعني. طيب ماشي. فقدامك طريقتين تروح تحسب بيهم الانتروبي. الطريقه الاولى ان انت تروح تحسب الانفورميشن بتاع كل سيمبل. قانون الانفورميشن ايه؟ قانون الانفورميشن كنا بنقول ان هو log لبيس 2 1 اوفر البروبابيلتي. ماشي. يعني انت مثلا لو عايز تروح تحسب الانفورميشن بتاع واحد مثلا، يبقى هنا probability واحد. ماشي. يعني هتشيل بي 1 وتحط مكانها نص مثلا. ده القانون بتاع الاي. انا بحب اختصر على طول واروح احسب الاثنين في نفس القانون. يعني بعمل ايه؟ بقول لك هنا ايكوال البروبابيلتي، هنمشيهم سيمبل سيمبل. هبدا بايه؟ البروبابيلتي بتاعت ايه؟ نص. فهبدا هنا اقول لك نص لوج لبيس 2 1 اوفر النص دي، النص دي 1 على 1 على 2، بحب اكتبها على طول 2، يعني تحت لتحت بيطلع فوق، فبقول لك هنا على طول 2. ماشي. بلس نفس الكلام بالظبط، ربع لوج لبيس 2 اللي 4، اللي هي 1 على 1 على 4، بنقول يعني مقام المقام بسط. بلس نفس الكلام هنا، 1 على 8 لوج لبيس 2 اللي 8، بلس هنا 1 على 16. ماشي. لوج لبيس 2 1 على 1 على 16 اللي هي بنقول يعني 16، هتلاقيها اتكررت تاني هنا نفس الكلام بالظبط، فبضربها في 2. يعني بختصر على نفسي وتحسبها على الكالكوليتر وشوف ده هيطلع معاك كام. بس اليونت بت بير سيمبل، يعني عدد دي البت في السيمبل الواحده. ماشي. طيب المطلوب الثاني جاي بيقول لي ديترماين الانفورميشن كونتينت ان ذا ميثود سيكونس، ومديني ده. يعني انت عندك في مسج اتبعتت او سيكونس اللي هو مكون من كام حرف، 1 2 3 4 5، جايب لك 5 حروف عباره عن 3 حروف. يعني الاي ده حرف، الدي متكرر معايا هنا كام مره اهو، والاي. ماشي. طيب تعالى دلوقتي نحسب ايه؟ نحسب الانفورميشن بتاع كل حرف. انت هتروح تحسب الانفورميشن بتاع الدي. ماشي. الانفورميشن قانون الانفورميشن شانون قال لوج 1 اوفر البروبابيلتي يعني بتاعت اللتر ده لبيز 2. ماشي. طيب probability دي اللي هي بكام؟ 1 على 16، تروح تحسبها تطلع لك ب 4. ده الانفورميشن بتاع ده. طيب تروح تحسب الانفورميشن بتاع اي، هتلاقي نفس القيمه بالظبط لان probability بتاعتهم متساويه. فلو probability بتاع 2 سيمبلز متساويين، هيبقى الانفورميشن بتاع نفس التو سيمبلز دول برضو متساويين. طيب ناقص ان انا احسب الانفورميشن بتاع اي. انفورميشن بتاع اي بتساوي كام؟ بتساوي لوج لبيس 2 1 اوفر 1 على نص. النص ده اللي هو probability بتاعت ايه؟ انا بعوض تعويض مباشر بالقانون مش اكتر. ماشي. طيب دلوقتي ناقص ان انا اجمع الحاجات دي على بعض. يعني انا هنا قابلت دي الانفورميشن بتاعتها بتساوي كام؟ بتساوي 4 بلس الاي بتساوي كام؟ ده هيساوي 1. ماشي. هيبقى لوج 2 لبيس 2 اللي هي 1. طيب 4 زائد 1 زائد الدي دي ب 4، الاي بكام؟ ب 4، الدي بكام؟ ب 4. فتجمعهم هتلاقي 17 بيتس. طبعا هنا بالبت وهنا بالبت وهنا بالبت. ليه؟ لان انا اليونت بتاعت الانفورميشن هي البت. ماشي. البت هي اصغر وحده لقياس الانفورميشن. طيب ماشي. يبقى سريعا كده هنا عملت ايه؟ بس هو اداني مسج او اداني يعني سيكونس بيقول لي دي اي دي اي دي، ده السامبل. بغض النظر بقى هو ممكن يغير الحروف، يعني افهم الفكره بتاعتها.
اداك شويه حروف وعايز تحسب الانفورميشن، فانت رحت تحسب الانفورميشن لكل سيمبل من المسج دي وجمعتهم على بعض، يبقى انت كده جبت الانفورميشن. فكره بسيطه جدا. تعال نشوف فكره تانية مع بعض يكون حاجه فيها قوانين جديده.